السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف مع زوزي خلطها في الاستديو على جال عودة رياض محرز إلى قائمة المنتخب الجزائري. تعالوا نسمع مع زوزي. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك وشكرا للجميع أيضا. سبحان الله علينا فهمت حاجة وقتاش إيزون بري لا ديسيزيون باش يكونفوكيو محرز ويتلاقى معاه. دونك سي أبري لي كريتيك تاعنا والشعب دونك اون جير با اون ايكيب ناسيون هكذا. ولا انت راك مقتنع بلي ما لازمش يجي محرز مي محرز وستاد ما نجيبوش سيت ان شوا جاسيو انا ولا زوك صافي هذا نجيرو ليكيب ناسيونال صافي كي نزعفو دوموندي لكم حاجه ديروها لنا. هذه سمح لي هذه سي بوان جوسيون هذه حمى هذه قولوا لها الناس حمى طبعا استفهام لان عندنا مدرب ناخب وطني بوسني كرواتي سويسري ويهضر ايطاليا جا هو مش فاهم روح واحد بيتي فاهمك فهمتني دونك سي ان بروبليم دونك سي اون برون بوزيتيفمون لا شوز انا شوف هذا المدرب دونك نبدا نجوجيه نهار ان شاء الله يدير التشكيله تاعو هو اللي يخير لي جوار ابارتير دو لا اون بي لو جوجي مراد مي مانتنون هذه لا تشتوكا دونك نديرو لي ريونيون باش نجيبو حرس باش نجيبو بلايدي باش هاي اللي بحال بلايدي بلا كونفونس باريس كي لوطاليتي دان ديسيبليني مي عرضو يجي يشوف الماتش صافي فوز ابي ان بيتي ان ديسيبليني بصح شي كونتراديكسيون كملها مورال باش عارف نحكو واحد الملف انا معاك في لاجيستيون هكذا انا نظن تر غلطات المدرب انا نقولها لك هذه اي مدرب يجي مثلا محرز كابيتان ليكيب محرز لعب عبد بارك الله فيك مصطفى لعب مصطفى وجاب لك قهوه قهوه الدوزيا محرز تجيب له لي غاتو محرز محرز لعب في فريق كبير محرز حرز على القاب محرز كان حلقه كبيره في الفريق الوطني الفرضيه مهما كانت المشاكل المدرب الجديد اللي نوت دون لا جيستيون جلوبال دو ليكيب ناسيونال سي تانو كي روتيان محرز قدرش ما تقصرش معاه مما نجيبوش نقصر معاه يعطيني راي يعطيني لو بوركوا دو لا سيتواسيون يعطيني بوركوا ليكيب ناسيونال سور 35 ماتش بعد في لي ماتش امبورتون يا ديفيت يقدر يعطيها لك محرز محرز ما تقدرش تنحيه كوم سا شوف ميسي لحق دون سي سيتواسيون تري كريتيك لك صح والله جامي ميسي دو كوتي من بعد بكل الانتقادات التي كانت تحك ضده ولكن عمرهم الاتحادية والمدربين اللي توالوا على الفريق الأرجنتيني ما داروا ميسي دو كوتي وكونتراه إيزون ريتابلي مونتالمون ميسي وعاودوا جابوه وميسي تا واش يخصو تا يكوب دي موند افيك لارجنتين شكرا لك تم لا جيستيون تاعنا هذه بلوس برا يدبروا عليهم الناس قال نحيه ما تجيبوش خلاط الدنيا تا لونترينور ما تدخلش فيها في كونسيديراسيون شكرا لك كازين عامر هذا النقاش بين برنامج حكي بانون حول قراءتك الاعلاميه لخيار بيتكوفيتش اولا ولمجريات الندوه الصحفيه اللي كان بينه وبين الصحفيين 40 دقيقه كانت مرت بهدوء نعم مرت بهدوء انا نظن يعني بعد فتره الراحه ويعني بعد انتهاء الموسم الرياضي اليوم بدايه موسم ليس من السهل يعني للناخب الوطني باش يعني يوضع القائمه النهائيه حتى في الندوه الصحفيه قالها ان كان عنده في راسه على ما اظن اكثر من 80 لاعب ثم باش تقلص يعني هو كان وضع خيارات ولو هذه الخيارات دائما احنا كصحفيين يعني نناقشوها وكل واحد عنده راي وراي الاخر ولكن نظن ان الناخب الوطني هذه المره بين ان يعني ولا يعرف اكثر المجموعه ويعني ولا نظن يعني اليوم فلاديمير بيتكوفيتش il a eu assez de temps يعني pour un petit peu faire le tour de la question عودة رياض محرز هي اللي نخدم نقول ان يعني الحدث في هذا شهر سبتمبر خاصة بعد اللقاء الاخير الذي جرى بينه وبين الناخب الوطني اين يعني تناقشوا وتحدثوا مطولا نظن ان عودة القائد رياض محرز كانت منتظرة خاصة ان ما زالوا يعني تتحدث رياض محرز وعلى العودة تتحدث عودة سعيد سعيد تحدثت عن عطاء سعد حتى يقول انا حبيت نعرف قراءتك الاعلاميه هل ترى اليوم انه ما في لا توتر
في احترام للدقائق المخصصه طبعا للمهنه الصحفيه. يقول انا نظن يعني الامور خلاص عودت دخلت الى نصابها. النخب الوطني ايضا يعني قلت لك يلا هذيك لا بيريود دادابتاسيون، ولذلك نظن يعني راهو يعمل في هدوء وهدوء تام. محمد شاهين، الحديث الان حول مواجهتي غينيا الاستوائيه وليبيريا، والحديث ايضا عن الخيارات الفنيه والتقنيه، كيف هي قراءتك او قراءه خيارات فلاديمير بيكوفيتش؟ كما شافنا كل العودة سأعود لك محمد خالد من أجل طبعا إصلاح الخلل التقني الخاص طبعا بصد. كيف ترى المواجهة خصوصا ضد غينيا الاستوائية وضد ليبيا؟ كما يقول محمد قبل إصلاح طبعا الميكروفون يتحدث أنه مواجهة بداية موسم هي مواجهة جد صعبة للنخب للاعبين حتى عن الريتم عن النسق عن الحالة البدنية. يعني شعيب راهو لاعب سابق وراهو محنك ويعرف كثير يعني الميدان. نعم بداية الموسم ليس من السهل للجميع لأن اللاعبين كما قلنا يعني هما دخلوا في تقريبا تحضيرات مع أنديتهم وثم يعني مباشرة عندهم تاريخ فيفا مع المنتخب الوطني. هنا وين يكون الريتم بين اللاعبين يعني كل واحد إن بونكور أتان لو ريتم تاعو في لا بريباراسيون، ولذلك نظن أن الناخب الوطني اليوم يعني قلت لك ليس من السهل باش تلعب هكذا مباراة في بداية موسم، ولكن نظن أن المباراة ستلعب يعني هنا في الجزائر أمام فريق اللي تقريبا يعني غينيا الاستوائية إذا تذكر هي اللي حبست يعني سلسلة النتائج الإيجابية في وقت سابق للمنتخب الجزائري، منتخب معروف لمنتخب عنيد، منتخب اللي عنده لاعبين ذو تقنيات عالية لستيل تيبو بورتوغي. يعني هذا المنتخب أيضا يعني ماهوش من المنتخبات السهلة، ولذلك نظن أن اليوم نعود محمد شايب الحديث كما قلت بلا مباراة بداية موسم هي صعبة للناخب وصعبة أيضا للاعبين. Je suis un peu plus de temps.